السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا جماعة؟ أخباركم ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. النهاردة إن شاء الله هنبدأ تسجيل محاضرات مقرر زو 102. هنبدأ بالترتيب باعتبار إن شاء الله جزء الدكتورة حورية. إن شاء الله نبدأ مع بعض في الشكل المبدئي للمحاضرات، أو بالأحرى مخطط للمحاضرات بشكل كامل. احنا فعليا هنمشي على الشكل ده، هناخد فعليا مع الدكتورة حورية بروتوزوا. بروتوزوا هيتفرع منها الفايلم، الكلام ده هناخده كله بشكل كامل، ساركوماستيجوفورا الى اخره. الفكرة من المخطط ده احنا ان شاء الله بعد ما نخلص جزء الدكتورة حورية كله هنبص عليه تاني وراجع مع بعض بالتفصيل. حاليا ان شاء الله هنبدأ بالمحاضرة الاولى. تبدأ المحاضرة الأولى هنا معانا ب اللهم صل على سيدنا محمد، لما نتكلم عن basis of classification of scientific classification، التصنيف، أساسيات التصنيف العلمي، أنا بصنف علميا بناء على إيه؟ احنا هنا لاحظ ان احنا بنتكلم بشكل عام عن اي تصنيف، تصنيف بشكل كامل سواء حيوان، نبات، بروتيستا، اي شيء تاني، هيكون بناء على خمس اساسات. الاساس الاول morphologically features، يعني الكلام ده يعني بناء على الشكل الظاهري بكل بساطة. تاني حاجة cellular organization، مستوى التنظيم الخلوي، هل هو مستوى unicellular تحت الخلوي أو خلية واحدة، أو multicellular أو acellular عديم الخلايا. فعندك المستويات الثلاثة دي. بعدين في عندك حاجة اسمها genetic similarity، التشابه الجيني، أظن ده واضح جدا ومفهوم، مستوى التشابه الجينات ما بين كائن وآخر. biochemical similarity، هيكون موضوع شبيه بعض الشيء بفكرة الجينيتك similarity، بس الموضوع مش علينا يعني، فموضوع متخصص جدا. فمبدئيا احنا نقول انه biochemical similarity اللي هو الدي ان اي بروتين، الاستراكشر كومبيرنج، نقارن بين الدي ان اي والبروتين. خامس حاجة واللي هي تعتبر أهم نقطة فعليا، embryological evidence، الأدلة الجنينية، يعني الكلام ده فعليا هنتكلم احنا على حاجة اسمها جيرم لايرز، الطبقات الجنينية. يعني ايه؟ لو انت فاكر في الهيستولوجي في الترم الاول كنا بناخد قطاع عرضي في اي كائن، مثلا لو اخدنا، او بالاحرى في اي مجرى لدم، ل على سبيل المثال لو اخدنا الانتستين كنا ناخد منه مقطع عرضي، يطلع عندنا طبقات، طبقة هتكون مثلا ميكوزا، سب ميكوزا الى اخره. ففي عندك طبقات، نفس الكلام اي كائن حي مكون من طبقات. فعليا كل كائن هيتكون من 3 طبقات او طبقتين، وده هندخل له ان شاء الله بالتفصيل لقدام. اذا عندك 5 اساسات للتصنيف العلمي للكائنات، morphologically features الشكل الظاهري، cellular organization التنظيم الخلوي، مستوى التنظيم الخلوي سواء cellular او acellular، او السيلولار هيطلع منه ايه يا مؤمن؟ هيطلع منه مالتي سيلولار طبعا ويوني سيلولار. في عندك حاجه اسمها جيناتيك سيميلاريتي، التشابه الجيني، والبايوكيميكال سيميلاريتي، دي ان اي وبروتين، تشابه الجيني ايضا ما بين دي ان اي والبروتينز والمقارنه بينهم. في عندك حاجه اسمها امبريولوجيكال ايفيدنس، الادله الجنينيه، او زي ما قلنا الطبقات الجنينيه هناخدها بشكل اوضح وتفصيل اكتر ان شاء الله. تاني حاجة حاليا احنا عندنا اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد. اذا تاني نقطة هنتكلم فيها هي binomial nomenclature، نظام التسمية الثنائي. في عندك نظام تسمية ثنائي عارفينه احنا من الترم الاول، اللي هو الاسم الاول هيكون يمثل الجينس، هيكون الحرف الاول، في لاحظ دي مهمة جدا، الحرف الاول في الجينس هيكون capital letter والباقي كله small letters. بالنسبة للاسم الثاني وسبيشيز هيكون الحرف الأول والأحرف كلها small letters. خلي بالك كمان دي ملاحظة جدا مهمة في الامتحانات، بالنسبة للاسمين مع بعض هو الجينس بعد سبيشيز، مش هتعرف تعمله انت italic اللي هو مائل، لا انت هتعمله underlined يعني هيكون تحته خط، اذا لازم يكون اما تحته خط او انه يكون مائل. تمام. تالت محور هنمشي عليه، احنا من شوية اخدنا اساسيات التصنيف العلمي للكائنات كلها. هنا دلوقتي هناخد احنا مستوى التصنيف العلمي لمين يا بني ادم؟ اللهم صل على سيدنا محمد. هناخده اساسيات التصنيف العلمي للمملكه الحيوانيه فقط، بما انه مملكه حيوانيه فمباشره هنبدا بالمحور الاول، بيقول لك cellular level of organization. هتقول لي انت مش من شويه قلت لي انه اما يكون cellular و acellular والكلام ده، او مالتي سيلولار ويوني سيلولار. اقول لك كلام صحيح، بس عمرك لقيت حيوان اساسا يوني سيلولار او غير كده؟ لا، مش هتلاقي اي سيلولار، هتلاقي دايما مالتي سيلولار. فالمالتي سيلولار عديد الخلايا، هيكون عندك خيارين، اما يكون لوز سيل اجريجيتس او لايرز. يعني الكلام ده يعني اولا لوز سيل اجريجيتس عباره عن تجمعات
خلوية لخلايا، تتجمع الخلايا كلها بتكون سايحة على بعض بشكل عشوائي وغريب. والحالة الثانية انها تكون لايرز. ممكن نطبق فكرة انه لايرز يعني تيشيو، هتكون تيشيو تمام، انما هنا لا، هتكون مالتي سيلولار ليفل، بس عبارة عن مجموعة خلايا سايحة على بعض وكل واحدة بتشتغل كده براحتها زي ما هي عاوزة. انما اللايرز زي ما قلنا في الهيستولوجي هيكون عندك طبقات، طبقات ميكوزا، سب ميكوزا الى اخره، وكل طبقة من الطبقات دي هيكون ليها نوع من الخلايا متخصص فيها، وكل نوع من الخلايا فيه ليه وظيفة معينة وهيشتغل شغل خاص فيه. اذا ما يقولك cellular level of organization هتقول له animals with cells arranged in the form of loose cell aggregates او layers. تمام، بيقول لك الحيوانات مستوى التنظيم الخلوي فيها بيكون موجود على شكل اما loose cell aggregates، تجمعات خلوية واسعة مفضفاضة سايحة على بعض، أو على شكل layers. الحاجة التانية اللي هنقارن فيها ما بين الكائنات الحيوانية تكون معيار لنا هي number of embryonic germ layers، هي نفسها هذه اللي كنا بنتكلم عنها فوق من شوية اللي هي embryological evidence، الأدلة الجنينية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني فعليا embryonic يعني جنيني. طيب number of germ layers of embryonic germ layers، عدد الطبقات الجنينية. في عندك diploblastic وtriploblastic. هنا هنقف وتقول لي دي المعضلة اللي واقفة قدام 3/4 الطلاب في الكلية. هقول لك تمام، احنا لينا الحل ان شاء الله. تريبلو بلاستيك وديبلو بلاستيك، هتقول لي ايه يعني تريبلو بلاستيك وديبلو بلاستيك؟ تريبلو بلاستيك وديبلو بلاستيك هيكون على الشكل ده. هتقول لي ايه الفرق ما بينهم؟ هقول لك بكل بساطه، الديبلو بلاستيك هي عباره عن الكائن الحي انا اخد منه ترانسفيرس سيكتور، قطاع عرضي تمام. لما اخد منه قطاع عرضي هطلع عندي احدى الشكلين دول. الشكل الاول هيكون مكون الكائن من 3 طبقات، الطبقه الاندوديرم هي الطبقه الداخليه، الطبقه الاكتوديرم هي الطبقة الخارجية، وهيكون في عندك في النص ما بينهم طبقة تمام. لو كانت الطبقة دي مكونة من خلايا بنسميها بارينكيما سيلز، لو كانت مكونة من ايه؟ من خلايا اسمها بارينكيما سيلز تمام، هنسميها نون ليفينج لاير، وبالحالة دي هيكون ديبلوبلاست. ليه ديبلوبلاستيك الكائن في الحالة دي؟ عشان فعليا هيكون عندك فقط طبقتين اللي هما الاندوديرم والاكتوديرم تمام، الاكتوديرم والاندوديرم، ده الدايجستيف كافيتي، وفعليا التجويف الداخلي اللي هيمر فيه سواء اكل او سوائل او 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 الى اخره تمام. فعليا انت عندك هنا مين؟ الاكتوديرم والاندوديرم، اذا ديبلو بلاستيك يعني طبقتين. طيب تريبلو بلاستيك هيكون عندك نفس الكلام اللي هو اكتوديرم واندوديرم، وفعليا في طبقه بالنص هتكون اسمها الميزوديرم. الميزوديرم دي هي بتختلف عن الكلام ده، مش هيكون عباره عن بانكيما سيلز، لا هيكون فيها حاجات متميزه اكتر وفي عندك خصائص اكتر متنوعه فيها. اذا نرجع للخريطه، عرفنا كده الفرق ما بين ديبلو بلاستيك وتريبلو بلاستيك. طيب جميل، هنكمل كده خيط من تريبلو بلاستيك للطبقة الثالثة. في حال طلع الكائن، خلي بالك دي مهمة جدا، في حال طلع الكائن تريبلو بلاستيك هيكون وقتها هنتكلم عن نوع او تايب اوف بادي كافيتي. بادي كافيتي مين يا مؤمن؟ هتقولي اللي احنا لسه شايفينه اللي هو ده، اما ده او ده، هيكون في انواع تمام. في حالة تريبلو بلاستيك فقط هيكون لي انواع، انما لو كان غير كده، لو كان ديبلو بلاستيك هو نوع واحد بس تمام، ركز فيها، لو كان نوع واحد او لو كان ديبلو بلاستيك هيكون في نوع واحد فقط من مين؟ البادي كافيتي. طيب لو كان تريبلو بلاستيك هيكون في عندك عدة انواع من البادي كافيتي. ايه هي الانواع؟ هيكون عندك مثلا كده اهو، هيكون انت عندك مثلا ثلاث انواع من البادي كافيتي، اي سوليميت، يو سوليميت، زيدو سوليميت. بكل بساطه السيلوميت ده الفراغ، ده معناه فراغ تمام. اي سوليميت يعني عديم الفراغ، يو سوليميت يعني حقيقي الفراغ، زيدو سوليميت ذو فراغ كاذب. ايه يعني الكلام ده؟ هنفتحه ونشوفه. هنا هنتكلم عندك عن 3 انواع من مين؟ من السوليميتس تمام. في عندك مثلا الاي سوليميت زي فلات وورم، بلاتي هيلمينثيز، كله هنتكلم عنه بعدين. بيقول لك هيكون عندك فعليا زي ما اتفقنا انه هيكون عندك 3 طبقات، اكتوديرم، اندوديرم، ميزوديرم، 3 موجودين. ايه الخلاف ما بينهم يا مؤمن؟ بص، لما اقول لك اي سوليميت فعليا مش هيكون عندك فراغ رابع، عندك فعليا اكتوديرم، ميزوديرم، اندوديرم والدايجستيف كافيتي. اذا هل في طبقه رابعه؟ لا، بنسميه اي سوليميت. طبعا ده يا مؤمن احنا بنجيب الدوائر دي بنجيبها منين؟ نعمل قطاع عرضي للكائن. طيب انا عملت بكائن تاني قطاع عرضي زي الانيليدا تمام، اللي هناخدها بعدين، هيطلع عندك
طبقة من الإكتوديرم، طبقة من الميزوديرم، وطبقة من الإندوديرم، وما بين طبقتي الميزوديرم، أو بالأحرى خلينا نقول الميزوديرم اتقطعت لدايرتين، تمام؟ دايرة هنا الحمراء دي، وفي دايرة كمان برا، وما بينهم في عندك ما أشبه ما يكون موضوع بقوسين. القوسين دول هما السيلم، تمام؟ ده السيلم. هيكون بالنص في حاجة اسمها digestive cavity. في الحالة دي لما يكون عندك شكل القوسين دول من السيلم هنسميه يوسيلمات، ذو تجويف حقيقي. التجويف ده هيكون فعليا فاضي، بس هيكون في يعني في هيكون في حاجات متميزة بناء على كل كائن، كل كائن وليه حاجات هتكون موجودة فيه. طيب لما اقول لك زيدو سوليميت ذو تجويف كاذب، بيقول لك راوند وورمز، زي مين؟ زي النيماتودا. مش مهم الامثله، احنا بس كده بنتكلم. في عندك حاجه اسمها كمان نفس ما اتفقنا، اكتوديرم، ميزوديرم، واندوديرم. الاندوديرم خلي بالك هيكون في ما بين الاندوديرم والميزوديرم في طبقه، تمام؟ لاحظ، اظن واضحه جدا الطبقه دي، هنسميها زيدو سيلم بكل بساطه، تمام؟ زيدو سيلم ما يكون طبقه ما بين مين ومين يا مؤمن؟ ما بين اندوديرم وميزوديرم. لاحظ الكلام ده ممكن يسالك في الامتحان، طبقه الزيدو سيلم او زيدو سيلم ميزو ازاي؟ هتقول له هيكون طبقه ما بين الميزوديرم والاندوديرم. طيب لو قال لك مثلا اليوسيلمات، هتقول له هتكون طبعا ما بين ميزوديرم وميزوديرم، تمام؟ طبعا ما بين ميزوديرم وميزوديرم، انما هنا ما بين اندوديرم وميزوديرم. كده احنا فرقنا ما بين انواع الثلاثه. لما يكون عندك تريبلو بلاستيك هيطلع ثلاث انواع، اي سوليميت، يو سوليميت، زيدو سوليميت. كده بيكون الموضوع على ما اظن واضح جدا. طيب احنا قلنا سيلولار ليفل اوف اورجانيزيشن، نمبر اوف امبريونيك جيرم لايرز، تايب اوف بودي كافيتي بثلاث انواع، سيجمنتيشنز التقطع، هيكون اما يكون عندك حاجه اسمها بريزنت سيجمنتيشن او ابسنت سيجمنتيشن. ايه يعني الكلام ده؟ يعني التقطع، ايه يعني التقطع؟ لما يكون عندك كائن انت تقطعه قطع زي الدوده، اعتبرها كده، وقطعها ترانسفيرس سيكشن، قطع على شكل دوائر دوائر دوائر، قطعها بالعرض قطعها بالعرض، هيطلع عندك عده دوائر. لما انت تحط الدوائر دي تحت المجهر وتبص عليها تحت الميكروسكوب، هتبص هتلاقي لو كانوا كلهم فيهم نفس الاعضاء، نفس التكرار، نفس كل حاجه فعليا، يعني زي نسخ متشابهه، دي بنسميها في الحاله دي الفينومينون، دي بنسميها فينومينا ميتاميريزم، تمام؟ ميتاميريزم يعني ايه؟ ميتاميريزم يعني سيجمنتيشن. يعني ايه سيجمنتيشن؟ يعني ميتاميريزم يعني تقطع، يعني قطع زي بعضها بالضبط تماما، تمام؟ تمام. بعدين هيقول لك النقطة الخامسة للمقارنة اللي هي سكيلتون، الهيكل بتاع الكائن. الكائن فعليا اما انه يكون اكزوسكيلتون او اندوسكيلتون. اكزوسكيلتون يعني ذو هيكل خارجي، او انه يكون اندوسكيلتون ذو هيكل داخلي. بكل بساطه احنا كبني ادمين اندوسكيلتون، الحشرات والكلام ده اكزوسكيلتون، تمام؟ اظن واضحه جدا. تايب اوف سيمتري بريزنت ان بودي، بيقول لك نوع التماثل، التماثل. انا عندي اي كائن حي لازم اقطعه في اتجاه ما هيطلع متشابه. يعني ايه؟ مش فاهم عليك. يعني على سبيل المثال هقول لك، في عندك على سبيل المثال نبدا من تحت لفوق، سفيريكال سيمتري، التماثل الدائري. ايه يعني؟ يعني جيب كورة، جيب كورة زي ما قطعتها، امسكها من اي محور وقطعها نصين نصين نصين، من فوق من تحت من يمين من شمال، هيطلع نصين متشابهين بالضبط. ده بنسميه spherical symmetry، لما يكون عندك شكل كروي زي ما قطعته هيطلعوا اتنين متشابهين، نصين متشابهين. طيب bilateral symmetry، زي الانسان، انت عندك انسان واقف بالطول اهو، هتقطعه نصين بالطول هيطلعوا نص ده زي النص ده. انما لما يكون عندك تقطعه في العرض مستحيل يطلعوا زي بعض، هيطلع فوق الجسم وتحت الرجلين، فهيطلع مش متشابهين. بايلاترال سيمتري قصدهم يعني لما يكون عندك محور واحد فقط للقطع المتساوي، تقطعه بشكل يطلع متساوي على الجهتين بخط واحد بس. راديال سيمتري هنشبهه بالتورته، انت عندك تورته مدوره لو قطعتها كده، او بالبيتزا طبعا حبيبتي البيتزا، تمام؟ لو قطعناها كده، لو قطعناها كده، لو قطعناها كده، لو قطعناها كده، في أي اتجاه هيكون عندك فعليا نصين متشابهين. إذا راديال سيمتري عدة قطاعات في عدة اتجاهات هيطلع متشابهين. سفيريكال لما يكون شكله كروي هتقطعه في كل الاتجاهات هيكونوا متشابهين. بايلاترال قطعة واحدة فقط فبيطلع عندك اثنين متشابهين. الاي سيمتري كائن ما فيهوش أي تشابه أبدا. زي مين؟ زي الاميبا، مو شكله عشوائي، زي ما قطعته مستحيل يطلع معاك اثنين متشابهين، مستحيل، ده شيء غير منطقي انه يطلع متشابهين، تمام؟ تمام. اذا اخذنا كم اساس للتفرقه ما بين الكائنات الحيوانيه؟ اذا سته، مستوى التنظيم الخلوي،
ده هيكون إما عبارة عن خلايا سايحة مع بعض أو طبقات. number of embryonic germ layers، مستوى أو عدد الطبقات الجنينية، إما diploblastic أو triploblastic. type of body cavity، A solimate، U solimate، pseudo solimate. segmentation، present أو absent. skeleton، exo، endo. type of symmetry، present in body، A symmetry أو ثلاثة symmetry دول، هو radial، bilateral، spherical. بس خلينا نشوف الأمثلة على الكلام ده بتاعت bilateral، radial و spherical عشان يكون الموضوع كده حي أكتر، يعني عارفين إحنا إيه اللي بنتكلم عنه. أهو عندك ال asymmetrical، الغير متشابه، يعني زي ما قطعته مستحيل يطلع زي بعضه، ده الشكل ده شكل غريب مستحيل زي ما قطعته يطلع اي نصفين متساويين. الراديال سيمتري اللي قلنا عليه زي التورته او اللي هو البيتزا، لو قطعتها باي قطاع من محور معين، يعني هتحطه على قائمه معينه، على قاعده معينه اللي هي دي مثلا، واقف على قاعده معينه وقطعته من فوق من فوق من فوق بعده اتجاهات من اتجاه واحد، تمام، من فوق بعده خطوط، هيطلع عندك نصفين متشابهين. لو قطعناه كده اهو، ده نصف هنا متشابه ونصف هنا متشابه، تمام، وكل خط من دول هيطلع نصفين متشابهين. انما لو عندك البايلاترال سيمتري اللي قلنا عليه مثال الانسان او السلطعون، هنا اهو قسمه بالطول بس، لو طيب لو قطعناه بالعرض كده مستحيل يطلع اتنين متشابهين. تمام، اظن كده ممتاز وواضح ان شاء الله. طيب الفقرة اللي بعدها اللي هي كينجدوم بروتيستا، هنا بدأت معانا الدكتورة في مملكة البروتيستا. بيقول لك في لكل مملكة هيكون في عندها خصائص عامة هنتكلم عنها، characters. each single represents a complete organism. بيقول لك البروتيستا عبارة عن كائنات دقيقة مجهرية، أساسا عبارة عن unicellular. إذا هيكون بيقول لك الكاركترز بتاعتها، each single cell represents a complete organism، يعني كل خلية لوحدها تكون كائن بأكمله، تمام. هيكون في عنده respiration and digestion، locomotion، feeding، تنفس وهضم وحركة وتغذية، تمام، يعني كائن كامل بأكمله عبارة عن خلية بس، تمام، اهو unicellular، بس هيتصنف على انه يوكاريوتيك يعني حقيقي نواة، عشان في عنده نوايا، بس نوايا مش نوايا يعني نواة المقصود يعني. طيب sub kingdom protozoa، تمام، sub kingdom protozoa. بروتوزوا هيقول لك في عندها خصائص اساسيه ولازم تكون حافظها. الكاركترز بيقول لك depend on the invitation of microscope، depend on the invitation of microscope، بيقول لك يعني تم اكتشافها مع بالتزامن مع اختراع الميكروسكوب اساسا، تمام. بيقول لك البيئه بتكون موجوده فيها moisture، marine habitat، fresh water habitat، moist soil. بيقول لك البيئات الرطبة بشكل عام، التربة الرطبة، marine habitat البيئة البحرية، fresh water habitat البيئة ذات المياه النقية، تمام. إذا في عندك أربع بيئات وغالبهم كلهم إيه هيكونوا، أو كلهم مائيين، لازم يكون في رطوبة، ده أساسي ليها، تمام. وهنكتشف الكلام ده ليلة قدام. إذا اكتشفناها بواسطة الميكروسكوب، من غير ميكروسكوب مش هنعرفها. We found in أربع habitats. بيقول لك في عندها صفة أساسية، either commensals or parasites. إيه يعني الكلام ده؟ بيقول لك parasites or commensals. إيه يعني الكلام ده؟ commensals يعني إنها تكون حرة طليقة بتعيش براحتها في أي بيئة من غير ما تكون لها علاقة بأي كائن آخر، يعني حرة المعيشة. إنما parasites يعني متطفلة، إما تكون كده أو كده. all are symmetrical، كلها في عندها تشابه، تمام، كلها في عندها ولو نوع واحد من التشابه، تمام، التماثل، يعني تقطعها اما radial او bilateral او spherical لازم يطلع عندها نوع من التشابه، تمام. بيقول لك no germ layers are present، ما فيش عندها طبقات جنينية، تمام، لا يوجد طبقات جنينية، وأكد البروتوزوا no germ layers are present، ما فيش طبقات جنينية. بروتوزوا like specialized circulatory excretory respiratory structures. بيقول لك بروتوزوا، بص ركز على كلمة بروتو، بروتو يعني بدائي، زوا حيوان، حيوان بدائي، إذا ما فيش عنده أنسجة متخصصة. بيقول لك lack specialized، تمام، ما فيش عنده حاجات متخصصة زي جهاز دموي متخصص، جهاز إخراجي متخصص، جهاز تنفسي متخصص، مفيش كلام ده، تمام. تمام الصفة السابعة، some of it form cysts as a type of resting stage. بقولك بعض منها يكون
اكياس. ايه الاكياس دي؟ لو انت فاكرها عملية التكيس اللي كنا ناخدها بانه الكائن يلف نفسه بطبقات طبقات طبقات لما يكون في ظروف غير مناسبة، تمام، او في ريستنج ستيج، يعني زي مرحلة البعد عن الظروف السيئة، تمام، الهروب من الظروف السيئة، تمام. اذا لازم نحفظ 7 خواص بتاعت البروتوزوا، بيقول لك اكتشافها اعتمد على الميكروسكوب، توجد في 4 بيئات حفظناها كلها مائية، اما ان تكون متطفلة او انها تكون حرة المعيشة. all are symmetrical، كلها عندها محور تماثل، ما فيش عندها طبقات جنينية خالص، ما فيش طبقات جنينية، اؤكد عليها. بروتوزوا لاك سبيشالايزد سيركولاتوري، ما فيش عندها انظمة متخصصة زي النظام الدموي او النظام الاخراجي او النظام التنفسي. بيقول لك وبعض منها، بعض منها دي مهمة جدا، بعض منها some of it form cysts as a type of resting stage. بعد كده هتقولي biological contributions of protozoa، ايه الحاجات اللي اسهم وجود البروتوزوا او بالاحرى اكتشاف البروتوزوا، ايه اللي عمله في المجتمع العلمي لعلم الحيوان. بيقول لك لعب على محاور اللي هي ايه، بيقول لك have intracellular specialized organelles، اكتشفنا ان بعض البروتوزوا عندها intracellular specialized organelles، عضيات ذات وظائف متخصصة يعني بشكل غريب. يعني أول specialization كان ظاهر في البروتوزوا، تمام، يعني كان حاجات غريبة جدا وكائنات دقيقة في عندها عضيات صغيرة جدا ومتخصصة بنفس الوقت. بيقول لك have no cell wall، دي معلومة أظن جدا مهمة، لما يقول لك البروتوزوا هتقول له أنه أساسا كائن بدائي ما فيش عنده cell wall، ما فيش cell wall، عنده سيل مبرين طبعا بس مفيش سيل وول. have developed means of locomotion، عندها اعضاء حركه متطوره اللي هي فلاجيلا، سيليا، زيدوبوديا. فلاجيلا اللي هي الاصوات، سيليا اللي هي الشعيرات، زيدوبوديا ارجل كاذبه. زي مين ارجل كاذبه؟ اللي كنا عارفينها الاميبا، تمام. they feed by ingesting particles of food or by basic enzymes system support all types of nutrition autotrophic saprozoic coprozoic. اذا ايه يعني الكلام ده؟ بيقول لك they feed by، تتغذى بواسطة ingesting particles of food، ابتلاع جزيئات الغذاء، او من ومن ثم بقول لك basic enzymes system، نظام الانزيمز، تمام. في عندها نظام جديد اول مره بتلاقيها موجود اللي هو الانزيمز، تمام. support all types of nutrition، بيقول لك التي تدعم جميع انواع المعيشه، زي ايه؟ زي الاوتوتروفيك، الغذاء انك تتغذى، انها تتغذى لوحدها بكل بساطه من غير ما تستعين باي حد، والاوتوتروفيك والسابروزويك وكوبروزويك. هتقولي ايه يعني سابروزويك وكوبروزويك؟ اهو سابروزويك وكوبروزويك، سابروزويك وكوبروزويك هيكون بكل بساطة معناهم الشكل اللي هنا. سابروزويك اوتوتروفيك زي ما قلنا ذاتي التغذية، سابروزويك رمي التغذية، ايه يعني رمي التغذية؟ يعني يعتمد على الكائنات الميتة، تمام. لما يلاقي كائنات ميتة بتغذى عليها بنسميه سابروزويك. طيب لما يكون عبارة عن كوبروزويك يعني برازي المعيشة، فهمك كفاية، تمام. اذا سابروزويك كوبروزويك او اوتوتروفيك، اوتو مين؟ اوتوتروفيك. كده الكلام جميل. إذا كم نقطة عندنا؟ لعبنا على 5 محاور، بقول لك have intracellular specialized organelles، have no cell wall، have developed means of locomotion، flagella cilia zidobodia، they feed by ingesting particles of food، basic enzymes system support all types of nutrition، autotrophic saprozoic coprozoic. insistment is common، دي معلومة جدا مهمة زي ما قلنا من شوية. بص دي ترتبط بدي، some of it form cysts as a type of resting stage، اذا بعضها بيكون cyst اكياس. طيب ايه علاقة ده بده؟ هتقول له خلي بالك السيست يتكون من عملية اسمها insistment، تمام. بيقول لك هنا الانسيستمنت منتشر، زي ما قال لك هنا انه في بعضها بيكون اكياس للحماية، تمام. اذا هنا لازم نحفظ التصنيف بتاع الكائن اللي احنا هنبدأ فيه ان شاء الله. بيقول لك اولا kingdom protista، sub kingdom protozoa، phylum sarcoma stegophora، sub phylum sarcodina، super class rhizoboda، class lobosa، order amoeba، والجينس اميبا، تمام. جينس اميبا اهم حاجه. هنبدا بالسلايد الثاني. بص يا مؤمن، عندك انت حاليا السلايد الثاني هيكون بيتكلم عن مبدئيا نبدا بمين، نبدا بالفايلم،
احنا تكلمنا عن الفايلم اللي هو في عندك ثلاث انواع حيطلع من مين. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي هنا لو انت فاكر اهو، تمام، ده التصنيف بتاعنا. هنتكلم عن الفايلمز اللي علينا. مبدئيا هنتخصص بدي احنا دي في الـ يعني المحاضرة الأولى، بس دلوقتي لازم نتكلم عن كل الفايلمز بتاعت البروتوزوا. بروتوزوا عنده ثلاثة فايلمز، تمام، حاجة اسمها أبي كومبلكسا، سيليوفورا، ساركومستيجوفورا. أبي كومبلكسا، سيليوفورا، ساركومستيجوفورا. ابي كومبلكسا لازم يعني كل واحده من دول الفايلمز، خلي بالك اساس العلم اللي انت بتدرسه هنا انك تعرف تفرق ما بين واحده والتانيه. فلما انا اقول لك ابي كومبلكسا الفايلم ده كله، بيقول لك نون موبايل، تمام، غير متحرك، تمام. ممكن تلاقي في بعض الستيجز اثناء التكاثر والكلام ده هيكون متحرك، انما فعليا هو اساسا ما فيش اي ادولت ستيج هيكون متحرك. اذا ابي كومبلكسا نون موبايل. سيليوفورا او السيلياتا، سيليوفورا او السيلياتا موبايل باي سيليا، اسمع مسمى يعني. ساركومستيجوفورا بيقول لك موبايل باي فلاجيلا اور سيدوبوديا، موبايل باي فلاجيلا اور سيدوبوديا، تتحرك بواسطة الفلاجيلا او بواسطة الارجو الكاذبة اللي هي السيدوبوديا. وهاف تو نيوكلي، ودي هنتكلم فيها كثير موضوع هاف تو نيوكلي. بيقول لك سب فايلم ساركودينا، اذا راح نمشي على الترتيب ده اهو، خلصنا ساركومستيجوفورا، سب فايلم ساركودينا، سوبر كلاس رايزوبودا، كلاس لوبوزا اهو، كلاس لوبوزا، والاوردر اموبيدا. الاوردر اموبيدا بيقول لك هنتكلم فيه عن الخصائص بتاع الكائن اللي هو الاموبيدا او الاوردر بتاعه بشكل اساسي. نيكد اميبا موفز باي لوبوبوديا وذ لارج بلانت اندز. بيقول لك احنا عندنا هيطلع من السوبر كلاس الرايزوبودا، هيطلع عندك كلاس دي واللوبوزا، بيطلع منه ما يسمى بالاموبايدا الاوردر، وفي عندك كلاس تاني اللي هو جرانيولو ريتيكولوزا. اذا انا عندي كام كلاس طالع من السوبر كلاس ده؟ هيطلع كلاس لوبوزا وكلاس جرانيولو ريتيكولوزا. خلينا نفهم معايا الكلمات دي. لوبوزا سهل جدا واضح جدا، تمام. في عندك هنتكلم عن خصائص اللوبوزا مبدئيا. نيكد اميبا موفز باي لوبوبوديا وذ لارج بلانت اندز. بيقول لك الاميبا ليه قال لك عنه نيكد؟ لانه مفيش عنده سيل وول. سيل وول هنا معتبره ايه؟ معتبره اللباس بتاعه. اذا اميبا ما فيش عندها سيل وول. موفز باي، تتحرك بواسطة اللوبوبوديا. احنا لسه قايلين انه اساسا ساركومستيجوفورا اللي هو ده الفايلم ده بيتحرك بواسطة ايه؟ الزيدوبوديا. طيب ايه علاقة اللوبوبوديا؟ بيقول لك اللوبوبوديا هي عبارة عن رمز لتفتكر اللوبوزا، تمام. اذا البوديا هي القدم، تمام. اللوبوبوديا نوع من انواع الزيدوبوديا. اللوبوبوديا نوع من انواع الزيدوبوديا، هيكون شكلها large blunt ends، شكلها هيكون عبارة عن نهايات تخينة، تمام، عريضة زي ايه؟ زي الصباع، شبهوها بالصباع، تمام، with large blunt ends، تمام. free living، هيكون الأميبا free living in fresh water marine terrestrial، هيكون حر المعيشة في كل من المياه العذبة، مياه البحرية والبيئة الأرضية. few are parasitic، بعض من انواع الاميبا parasitic، اظن دي معلومه جدا يعني واضحه وسهله انه بعض انواع الاميبا هيكون متطفل. الامثله اللي عليها هي الاميبا والانتاميبا، هناخدهم بالتفصيل. Zidobodia are boards with rounded or blunt tips and composed of ectoplasm and endoplasm lobopodia. اذا احنا لسه قايلين ان اللوبوبوديا عباره عن زيدوبوديا، نوع من انواع الزيدوبوديا بتكلم لك عنها. الزيدوبوديا دي الرجل الكاذبه بتاعته، بيقول لك عباره عن شكلها rounded، مدور، يعني هي عباره عن صباع مدور فعليا، or blunt tips، او نهايات اصبعيه فعليا، تمام، blunt tips او نهايات مدببه، نهايات اصبعيه، تمام، هيكون شكلها على شكل صوابع. and composed of، اذا هي تتكون من طبقتين. انت فاكر لما كنا نتكلم عن البروتوزوا قلنا ايه؟ البروتوزوا قلنا اساسا تتكون من طبقتين. ليه؟ عشان قلنا نو جيرم لايرز، نو جيرم لايرز، ما فيش طبقات جنينيه. اذا هي بس طبقتين، اكتوبلازم واندوبلازم، تمام، او بالاحرى مش اندوديرم واكتوديرم. انت لاحظت ما قلناش اندوديرم واكتوديرم، قلنا اندوبلازم واكتوبلازم. ايه يعني الكلام ده؟ يعني الاكتوبلازم والاندوبلازم هم فعليا السيتوبلازم. يعني هتقول لي ايه؟ يعني هتقول لي ان الاميبا عباره عن سيتوبلازم بس؟ اقول لك ايوه، عباره عن سيل وول اللي هو هيكون عباره عن يحتوي على الاكتوبلازم والاندوبلازم اللي هم مين يا مؤمن؟ اللي هم فعليا سيتوبلازم، تمام. إذا اللوبوبوديا هيكون يتكون من الطبقة الخارجية اللي هي الإكتوبلازم والإندوبلازم الداخلية، تمام؟
تمام. الاكتوبلازم حيكون صلب فعليا عشان غلاف خارجي، مش صلب بالمعنى الحرفي، انما يعني زي ما تقول جوه سائل وبره جيلي. اذا هاف تمام، زي ما قلنا اللوبابوديا طبقة خارجية هتكون شبه صلبة وداخلية طرية. نتكلم عن مين يا مؤمن؟ عن الأمويبويدا تمام، أو بالأحرى كلاس لوبوزا تمام. كلاس لوبوزا لما يعني أقول لك تكلم لي عن شكله هتقول لي عبارة عن blunt tips or rounded tips تمام. composed of، يتكون من إيه يا مؤمن؟ كمان نقطة تانية المقارنة، هي الإكتوبلازم والإندوبلازم، وهنسميها فعليا الرجل بتاعته هنا اللوبوبوديا تمام. نقطة تانية بيقول لك have endoplasm and ectoplasm inside، زي ما قلنا نفس الكلام. إذا خلصنا اللوبوزا، حكينا عنها باعتبار إنها على النقاط دي الأساسية. بس خلي بالك اللي يهمنا فعليا هنا إنه نقارن ما بين لوبوزا وجرانيولو ريتيكولوزا. جرانيولو أولا هنقول جرانيولو يعني شبكي، أو جرانيولو يعني جزيئي، ريتيكولوزا يعني عبارة عن شبكي تمام. جزيئي شبكي تمام، ايه يعني الكلام ده؟ يعني عبارة عن شكل شبكي، هيكون فعليا شبكة فعليا متمددة. جرانيولز هيكون في جزيئات تمام. بقول لك الزيدوبوديا بتاعته، هنا هنقارن ما بين اللوبوزا وجرانيولو ريتيكولوزا، ودي اهم حاجة ما بينهم انك تقارن، تعرف تقارن ما بين ده وده. مقارنة مش هتكون بالكلام ده اللي فوق خالص، هيكون بالاخر سطرين هنا مع السطرين دول. بقول لك هنا قال لك الزيدوبوديا عبارة عن شكل صباع blunt tips or rounded tips. انا بقول لك لا، الزيدوبوديا are thread like but they branch، بقول لك عبارة عن خيوط تمام، خيوط ولكنها متفرعة تمام، خيوط متفرعة ومن ثم تنتشر إلى شكل نتورك، على شكل شبكة تمام. لك زيدوبوديا are thread like but they branch and anastomose into network، anastomose into network تمام. الزودوبوديا هتكون على شكل خيط ويتفرع وينتشر على شكل شبكة، هنسميه ريتيكيولو بوديا. شايف احنا اللي يهمنا مين؟ بوديا اللي هي رجل كاذبة تمام. هنا قال لك لوبوبوديا لوبوزا، ريتيكيولو بوديا جرانيولو ريتيكيولوزا. اذا ريتيكيولو بتوصف شكل البوديا، البوديا عبارة عن متفرعة فسميناها ريتيكيولو يعني متفرع تمام. تمام هنا بيقول لك have ectoplasm و endoplasm، زي ما قلنا بيقول لك لا، هنا هيكون يحتوي على ectoplasm فقط، عبارة عن طبقة من الاكتوبلازم، ما فيش حاجة اسمها endoplasm، عبارة عن طبقة فقط من الاكتوبلازم تمام، كله ectoplasm. اذا احنا كده خلصنا المقارنة بين جرانيولو ريتيكولوزا واللوبوزا. هنمشي على المرحلة اللي بعديها اللي هي مين يا مؤمن؟ صفات الاميبا. دلوقتي هنتكلم عن الاميبا، احنا مش جايين نتكلم اساسا عن الاميبا ده، هتحفظ لي التصنيف ده تاني اكد عليك. الاميبا ده الجينس الاميبا ده، بس خلي بالك ملاحظه ما ننساهاش، الجينس اول حرف كابيتال، هتعمل لي تحته خط، تحته خط، تحت الجينس خط. الاميبويد موفمنت، هتوصف لي حركه الاميبا. بيقول لك الاميبا بكل بساطه زيدوبوديا ارايز ات اني بوينت اوف ذا بودي سيرفيس، هينشا الزيدوبوديا الرجل الكاذبه هتنشا من اي نقطه من الجسم، اي نقطه، ما عباره عن شكل عشوائي فعليا هتطلع الرجل. سيتوبلازم تشينجز فروم ذا جيل اكتوبلازميك انتو فروم ان اكتوبلازميك فورم انتو تمام، انتو اي شكل، انتو سوليوشن تمام. سيتوبلازميك سيتوبلازم، نحن لسه قايلين انه الكائن الاميبا يتكون من سيتوبلازم، قسمناه لقسمين اكتوبلازم واندوبلازم. الاكتوبلازم اللي هو الغلاف الخارجي الجيلاتينس، زي ما قلنا صح، احنا لسه قايلين انه بيكون من جوه سائل ومن بره جيلاتينس، اذا ده اختصار للجيلاتينس. السيتوبلازم هيتغير من الناحيه الخارجيه من جل الى اللي هو الاكتوبلازميك فورم، من الشكل الاكتوبلازميك الجيلاتينس الى الشكل الثاني ذا سوليوشن اندوبلازميك فلويد، هيتحول من الشكل الجيلاتيني الخارجي لشكل سوليوشن اللي هو الداخلي فورم فلويد فورم تو كرييت ا نيو زيدوبود، هيكون زيدوبوديا. وين زيدوبود از ميد سيتوبلازم ريتيرنز انتو ذا جيل فورم، ايه يعني الكلام ده؟ هنرجع لك لسلايدز عشان نفهمك الكلام ده. اهو احنا فعليا اهو في الرسمة دي عندنا يا مؤمن الاميبا. الاميبا بكل بساطة ده شكله عشوائي وغريب، هيطلع لك رجل، الرجل دي اللي هي اللوبوبوت او الزيدوبوت تمام، هيطلع الرجل دي هيطلعها تمام. طيب هيطلعها ازاي؟ ما هو اساسا عبارة عن غلاف خارجي صلب، هيتخلص من غلاف الخارجي الصلب بتاعه ازاي؟ اهو اكتوبلازم خارجي الجيلاتينس والاندوبلازم السائل الداخلي. جميل جميل. الاكتوبلازم ده هيتمدد زي ما انت شايف اهو، هيتمدد لبره، بس هيتمدد كده لوحده؟ لا، هيتحول اول الاكتوبلازم الى اندوبلازم، من جل
من جيلاتينس الى سوليوشن. اكتوبلازم من جيلاتينس يتحول الى اندوبلازم اللي هو سوليوشن، وهيمتد ويمشي. لما يوصل للمسافه اللي هو عاوزها خلاص وصل للغذاء اللي هو عاوزه، هيقفل تاني من بره بعد ما ضم الحاجه لجوه، ضم الحاجه وبلعها لجوه عملها انجستنج. هيتحول الغلاف الخارجي تاني لبره لمين؟ لاكتوبلازم تاني، والجوه هيكون مين؟ اندوبلازم. اذا هو كده حافظ على شكله تاني، ودي رسمه تانية عشان نفهم المكونات وهنرجع لهم تاني ان شاء الله. اذا زي ما اتكلمنا خطوات، الخطوه الاولى انه هيكون زيدوبود ازاي، هينشا من اي نقطه على الغلاف الخارجي للجسم، وذلك من خلال تحول السيتوبلازم اللي هو كان على الشكل الاولاني اللي هو اكتوبلازم الى اللي هو الجيلاتينس، هيتحول للشكل الثاني اللي هو الاندوبلازم اللي هو الفلويد سوليوشن، ليكون رجل جديده هتمتد للمسافه اللي هي عاوزاها عشان توصل للغذاء او غيره. وصل الغذاء اللي هي عاوزاه، ضمت الغذاء، بلعته بالسائل بتاعها، بعدين هيتحول الغلاف الخارجي الثاني الى جيلاتينس، وهي ممكن تتحرك على الشكل ده، تمام؟ اما تتحرك عشان الاكل او تتحرك اساسا بالشكل ده بس، تمام؟ تمام. طيب النظام الثاني اللي هو نظام تغذي الاميبا، زي ما قلنا هي هتمتد بواسطه البوديا بتاعتها دي، او البوتس بتاعتها، او الزيدو بوتس بتاعتها، الارجل الكاذبه دي، وهتبلع فيها. طيب ازاي؟ هيتم ده طبعا بطريقتين. ايه هما الطريقتين يا مؤمن؟ هيكون عندك الطريقة الأولى اللي هي الفاجوسايتوزس، وهيكون عندك الطريقة الثانية اللي هي البينوسايتوزس، تمام؟ الفاجوسايتوزس والبينوسايتوزس. الفاجوسايتوزس هتكون من خلال انك تبتلع الفود، الغذاء، تمام؟ هتبلع هي فعليا مين؟ الفود، الغذاء. طيب متى هتلجأ لحالة البينوسايتوزس؟ البينوسايتوزس لما يكون عندها مية، المية مستحيل تكون موجودة في بيئة وهي نقية 100%، فهيكون فيها غذاء تستفيد منه فعليا الأميبا، فهتلجأ لامتصاصها وتخلصها لمكوناتها الأساسية وتاخد منها المواد المعدنية وغيرها، مواد عضوية تستفيد منها، تمام؟ ويتم ذلك من خلال حركة الزيدوبوديا باتجاهها، تمام؟ تمام. طيب جميل، الزيدوبوديا هيتحرك، هيتم ذلك من خلال فاجوسايتوزس او بينوسايتوزس. فاجوسايتوزس فود، بينوسايتوزس ووتر. بيقول لك فكره كمان تانية، بيقول لك الاميبويد نوتريشن، هيكون غذاء الاميبا ما بين طريقه الهيتيروتروفيك. ايه يعني هيتيروتروفيك؟ يعني عباره عن غذاء هيتغذى بطريقه ايه؟ هيتغذى بطريقه يعني طريقه غير ذاتيه التغذيه، تمام؟ اوتوتروفيك يعني ذاتي التغذيه، هيتيروتروفيك غير ذاتي التغذيه. ما فيش عندها اي اعضاء حسيه، يعني لما تلاقي انسان قدامك، بني ادم مش بيحس، ما فيش عنده احساس، متهمسح، بتقول عنه بكل بساطه يا اميبا، تمام؟ تمام. اذا هيتيروتروفيك انيمال والسنس اورجانز ما فيش، يبقى اميبا. فيل سنسيتيف باي كيميكال رياكشن، بتحس بالتفاعلات الكيميائيه طبعا، بس بتحس، عندها احساس بالتفاعلات الكيميائيه، عشان كده بتقدر توصل للغذاء بتاعها، تمام؟ تمام. عمليه الهضم بتتم فيها بطريقتين، الطريقه الاولى اسيدك ميديوم، اسيدك ميديوم الوسط الحمضي، بعد كده هيحصل الالكالاين ميديوم. اذا في عندها خطوتين ورا بعض احفظهم، اولا الاسيدك ميديوم، بعدين الالكالاين ميديوم، بعدين زي ما قلنا الكلاين ميديوم. على الترتيب كده، اصله خلي بالك تسأل قبل كده السؤال ده، الكلاين اول ولا اسيدك؟ لا، اسيدك اول بعدين الكلاين، تمام. بعد ما خلصنا الكلام ده هنتكلم دلوقتي عن ما يسمى السيمبل ديفيوجن. ايه يعني الكلام ده؟ بيقول لك نظام التنفسي والاخراجي، التنفسي والاخراجي عند الاميبا بيكون يتم اساسا من خلال السيمبل ديفيوجن. ايه السيمبل ديفيوجن؟ بيقول لك النفاذيه البسيطه. من خلال مين يا مؤمن؟ هيتم النفاذيه بكل بساطه من خلال السيمي بيرميبل ممبرين. احنا لسه قايلين انه شكل الاميبا هيكون عشوائي وبيتحرك بكل حته براحته، فهيكون عنده سيمي بيرميبل ممبرين، غلاف بيتحرك براحته، تمام؟ فهيخرج منه الغذاء هيتم من خلاله التنفس والاخراج، تمام؟ تمام. جميل جدا وواضح. بعد كده هنتكلم دلوقتي ما يسمى بالافتر دايجستشن. بعد ما تخلص الدايجستشن ده، خلاص انت هضم، خلاص الامور دي كلها، هنبدا نتكلم عن نوعين اللي هيطلعوا بعد الدايجستشن. هيطلع عندك نوعين من الويست برودكتس. الويست برودكت الاولاني هيكون عباره عن اندايجستد ويست برودكت، بيقول لك اندايجستد ويست برودكت وميتابوليك ويست برودكت. اندايجستد ويست برودكت بيقول لك عباره عن غذاء بكل بساطه ما تمش هضمه، ما قدرش الكائن يهضمه، هضم قدر المستطاع وفضل كمان حاجات ما قدرش يهضمها، تمام؟ بعدين عندك ميتابوليك ويست برودكت اللي هو عباره عن وسط الكائن قدر يعمل له عمليه هضم كامله. الاندايجستد هيتم من خلال فود فاكيول. انت فاكر لما قلنا لك بيعمل عناق الموت؟
تمام، انا عندي بالضبط اللي هو الاميبا بيعمل عناق موت للكائن للفود ده، حيلف الفود ويعمل له عناق الموت بالفاجوسايتوزس، يعبطه كده، يمد الزيدوبوديا الاولى، يمد الزيدوبوديا الثانيه، يلف فيها الكائن فعليا، هيبقى الكائن او الفود فعليا ملفوف وهيبلعه، يعمل له انجستنج لجوه. لما بلعه لجوه صار عندك دلوقتي فود فاكيول، تتحول الفود من فود الى فود فاكيول، من عبارة عن طعام الى كيس طعام، تمام، بقى جوه الكائن. هيعمل له عبارة عن عمليات دايجستشن كتير، هيهضمه، يتهضم ماشي، كان بها في حاجات مش هتتهضم، هتفضل زي ما هي فود فاكيول، وزي ما بلعها زي ما هيرميها، عبطها هيرجع يرميها تاني بانه يفتح الزيدوبوديا الاثنين اللي كان قافل فيها على الفود فاكيول، تمام، بقول لك مش هيكون مهضوم، فهيفتح ايدين تاني ويرميها برا. طيب الميتابوليك ويست برودكت هي عبارة عن الحاجات اللي اتهضمت وفعليا استفاد منها الجسم، واللي بتتم من خلال ما يسمى الكونتراكتايل فاكيول والديفيوجن. ايه يعني كونتراكتايل فاكيول؟ اي كائن من جماعه البروتوزوا، الكائنات الدقيقه دي البسيطه زي ما قلنا، تعيش في البيئات المائيه بشكل اساسي، ما فيش عندها اي جهاز تخصصي اخراجي، فلازم كان لزاما عليها ان يكون عندها ما يسمى بكونتراكتايل فاكيول. كونتراكتايل فاكيول عباره عن بكل بساطه فاكيول مسؤوله او كيس مسؤول عن عمليات اخراج السوائل الزائده في جسم الكائن البسيط ده، وهيتم ده من خلال طبعا السيمي بيرميبل مبرين. اذا انت هتجمع السوائل الزايده دي لتم لها عمليه هضم كامله، وهترميها من خلال الديفيوجن. مين يا مؤمن المسؤول عن العمليه دي؟ اللي هو الكونتراكتايل فاكيول. واي كائن هيكون بروتوزون بيعيش في بيئه مائيه هيحصل عنده الكلام ده، تمام. اذا ميتابوليك ويست برودكت اند دايجستد ويست برودكت، النوعين دول مهمين جدا، وما تنساش انه الاولى من خلال الفود فاكيول والثانيه من خلال الديفيوجن. الميتابوليك ويست برودكتس which has been digested and digested waste product which has been which has not been digested. تمام، واحد هضم واحد ما تهضمش، عشان ممكن ما يقولكش جماعه الاندايجستد والكلام ده. إذا الحركة أو الريبرودكشن بتاع الأميبا بيقول لك asexual by binary fission، asexual binary fission، الطريقة اللاجنسية من خلال الانقسام والانشطار الثنائي. في طريقة تانية اللي هي الانسيستمنت. إيه الانسيستمنت يا مؤمن؟ إحنا لسه متكلمين عن بروتوزوان إنه بعضهم عندهم قدرة على تكوين أكياس، صح؟ وتظهر فيهم ظاهرة الانسيستيشن، تكوين الأكياس، بكون كويس في ظروف غير مناسبة خالص، عبارة عن طبقات تحمي من الظروف الغير مناسبة بكل بساطة. دلوقتي هنخلص اننا نعرض المحاضرة بشكل كامل للي عاوز يقرأ على مهله ويبص براحته، تمام. اهي المحاضرة قدامنا ان شاء الله، هنزلها في اللينك في مربع الوصف ان شاء الله تكون موجودة كاملة PDF. الجدول ده مهم جدا واساسي في دراسة سواء البوتاني او الزولوجي، فاساسي لازم يتحفظ. عندنا الترتيب ده كله موجود ان شاء الله، كله هيكون واضح ومشروح بشكل عربي وانجليش، والامثله اللي شرحناها موجوده. خلي بالك في اليوسيلوميد في ملاحظه لازم نقولها، اللي هي اليوسيلوميد there are two mesodermal layers. ايه يعني؟ احنا اتكلمنا انه في حاله القوسين هيكون يوسيلوميد، في حاله الدايره هيكون زيدوسيلوميد. في عندك النقطه دي والنقطه دي، النقطتين دول بكل بساطه ما يسمى بالتو mesodermal layers، القطعتين الحمر دول. لما يكون في عندك وصله ما بين التو mesoderm، احنا مش عندنا mesoderm، الوصله ما بين الميزوديرم الخارجي والداخلي دي بنسميها ميزوديرمال لاير، تمام. البودي وول عباره عن اكتوديرم زائد ميزوديرم، يعني اظن الملاحظات كلها موجوده ان شاء الله بشكل كامل وواضح وبسيط ومشروح ان شاء الله عربي وانجليش، تمام. هنا السيمتري اللي اتكلمنا عليه، هنا التفصيل لموضوع اللوبوزا والجرانيولو ريتيكولوزا. في عندنا الرسمة دي مهمة في المسميات اللي عليها، مش مهمة الرسمة فعليا، مهمة المسميات اللي عليها نحفظها، بس أنا كمان جايبها على شكل كده رسم الإيد، زي ما أغلبنا بيحب يعني إنك تحفظ رسم الإيد عشان هيكون سهل بالنسبة لك. فعندك كده المكونات دي تحفظها يا ريت. وفينا سؤال جدا مهم نبهت عليه الدكتور، how zidobodia is formed، هتكون zidobodia إزاي؟ بيقول لك الزيدوبوديا بتنشأ من أي نقطة على سطح الجسم، تمام، زي ما اتكلمنا بالضبط. الموفمنت انفولفز كنترول ذا تشينج اوف سيتوبلازم بتوين جيلاتينس اكتوبلازميك فورم جيل اند مور فلويد اندوبلازميك فورم سوليوشن ات ذا بوينت وير زيدوبوديا از تو بي فورمد. اذا فعليا بيقول لك هيتم تحولات في حالة السيتوبلازم ما بين جيلاتينس اكتوبلازميك، الشكل الجيلاتيني الخارجي للاكتوبلازم هيتحول للشكل السائل الاندوبلازم،
لغاية ما يوصل الزدوبود للمكان اللي هو عاوز يوصل له، يلف عليه. بعد ما يلف عليه ويبلعه حيتحول تاني للجيلاتينس اكتوبلازم من الخارج. وخلي بالك لما يجي السؤال ده حترسم الرسمة تاني وتشرح فيها من خلال سهم الموشن ده، بيقول لك الموشن في الاتجاه فين، تمام؟ وهترسم الرسمة دي بشكل كامل، وكده بتكون المحاضرة إن شاء الله كاملة مكملة. وعلى بركة الله وبالتوفيق إن شاء الله.